فتح باب العضوية للفرع الرابع بالتجمع، تجمع. أخباره إيه وإقبال عليه إيه هطمنك يمكن اخبار ساره جميله جدا الحمد لله. يمكن احنا مع بدايه الحياه المجلس الحالي في 1/12 بمجرد ما استلمنا رجعنا على العديد من الملفات، تم من ضمنها الحقيقه ملف ارض التجمع اللي كان استلمنا من المجلس القديم الحياه جواب تخصيص بالارض بالفعل، وكان اتعمل اللي هي زي ما بيقولوا حجر الاساس بتاع النادي. وكان الحقيقه المجلس القديم كان عمل مخطط سريع كده للنادي الاهلي. احنا تحركنا الحقيقه على العديد من الملفات، كانت عندنا مشكله الحقيقه ان الارض كانت مكانها مميز جدا، ولكن الارض كان عليها العديد من الملاحظات الفنيه اللي ممكن يكلفنا اكثر من 180 مليون جنيه علشان ارض من الارض 45 متر الحقيقه عمق، ودي كانت بتعمل لنا مشكله كبيره جدا، تكلفه وتضييع وقت واعباء علينا. اتحركنا على ان احنا نجحنا ان احنا نبدل الارض ونحافظ على يعني مركزيه الموقع نفسه، بمعنى ادق الموقع نفسه كمتميز، وزحزحنا الارض وقدرنا نحصل على نفس المساحه اللي كانت محطوطه بالفعل. والحمد لله برضو ربنا اكرمنا ووفقنا ان احنا قدرنا ان احنا نعمل التعاقد في اسرع وقت ممكن، ثم اصدرنا القرار الوزاري، وده الحقيقه خد مجهود كان كبير جدا ونجحنا ان احنا نعمله في حوالي 3 شهور. يمكن قرار زايد فرع زايد عملناه في 3 سنين، وكان خد وقت كبير جدا. المره دي المشهد بيتغير، قدرنا الحمد لله بالقرار الوزاري ده ان احنا نبتدي نقدم التراخيص بتاعتنا، وده الحقيقه اللي ساعدنا ان احنا نفتح باب الاشتراك. ويمكن عندي برضو خبر يؤكد ان النادي الاهلي مستقر الحمد لله ماليا، ان احنا سددنا يوم 4/12 اول قسط من ارض التجمع 100 مليون جنيه، والحمد لله ما عندناش اي مشكله في الملف المالي داخل النادي الاهلي، بل بالعكس الملف المالي ماشي بخطى مميزه جدا خلال الفتره اللي فاتت، وده جزء كبير من المجهود اللي عمله مجلس الاداره الحقيقه بالكامل على العديد من الملفات. فتحنا فرع التجمع، يمكن عندنا ميزه مهمه جدا ارجو ان الناس تاخد بالها منها، اذا حابب ينضم يستغل هذه الميزه اللي احنا عملناها ولمده شهر ونص فقط لا غير. عضويه النادي الاهلي الاساسيه قيمتها 650,000 جنيه، عضويه النادي الاهلي فرع التجمع 200,000 جنيه، عضويه النادي الاهلي فرع زايد 125,000 جنيه، ولكن في 1/2 ستزيد عضويه النادي الاهلي الاصليه الى 500,000 جنيه، ويزيد عضويه زايد الى 175,000 جنيه. طيب الميزه اللي احنا حطيناها ان اي حد بيلتحق النهارده بفرع التجمع بمجرد ما بيشترك بيدفع 80,000 جنيه بدايه او 100,000 جنيه على حسب اختياراته، وياخد القسط على 4 سنوات ويحتفظ بقيمه او بحقه في التحويل الى العضويه الرئيسيه الام على مبلغ 350,000 جنيه لمده 4 سنوات. يعني 4 سنين. السنه الرابعه. حلو قوي، حتى لو بقت بمليون جنيه لمدة 4 سنين يكمل على 350. ولكن الكلام ده كله امتى؟ مين؟ للي هيشترك قبل 1/2. احنا فتحنا بنترجت 5,000 عضويه في السنه الاولى، اتحركنا احنا لغايه دلوقتي اللي ماله حوالي 1800 زماره، كان اول امبارح 1500، في يعني ناس على طول الحياه تتحرك. بدانا ان احنا نعمل لجان ونقدم لجان، بدانا بقبول اول 100 عضويه، وهنحدد خلال الاسبوع ده العديد من الاجتماعات في اللجان لمؤسسه الاعضاء عشان نقدر ان احنا ناخد العدد اللي هو اللي قدم الاستمارات. طبعا بنقابل وبنختار وبنشوف مين يتناسب مع اسر النادي الاهلي ويتناسب مع عائله النادي الاهلي. الملف ايجابي جدا الحقيقه، في عدد من الاعضاء اللي اشتركوا الحقيقه بيدفعوا كاش، وده الحقيقه برضه بيمثل بالنسبه لنا اضافه مميزه جدا الحقيقه، وبنشكرهم على ده. الخطه الانشائيه بقى اللي هي بالتوازي اللي احنا بنتحرك عليها علشان ما نبقى جادين جدا مع الناس، مهم جدا دي. بالظبط كده، احنا بعد 3 شهور ان شاء الله احنا بنقدم دلوقتي التراخيص كلها بتاعتنا، ان شاء الله تنتهي خلال 3 اشهر، وبعد 3 اشهر نبتدي العمل في الانشاءات طبقا للمرحله الاولى متقسمه في حوالي 9 ملفات خاصين بالمرحله الاولى ما بين مبنى اجتماعي وملاعب وبنك ومسجد وصاله، المرحله الثانيه حمام سباحه وصالتين للكاراتيه والجمباز، وفي المرحله الثالثه كذلك صالتين ثانيين ما بين سكواش وما بين العاب اخرى بتتحرك عليها النادي، طبعا مع افتتاح الاكاديميات. كل ده الحقيقه مترتب ومتنسق، هنبقى بننقل من على الهواء ان شاء الله باذن الله
وهيبقى بنعمل برضه نوع من انواع التبويج لاعضاء النادي الاهلي اللي قبله، ان كل 6 شهور يبقى في اتوبيسات سياحه نقدر نجمع الاعضاء وتروح تزور على القطيعه وعلى الموقع وتشوف كم الانشاءات اللي بتتعمل عشان يبقوا متابعين ناديهم لحظه بلحظه، ويبقى بننقل ده على قناه النادي الاهلي عشان الناس تستوعب قد ايه النادي الاهلي محدد اهدافه بشكل واضح. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نفتتح مع نهايه 2020 المرحله الاولى باذن الله تعالى. طيب نهايه 2020 افتتاح المرحله الاولى، لغايه 2020 ونهايتها العضو اللي هيعمل عضويه الشيخ زايد التجمع دلوقتي له حق ارتياد بقيه المقرات ولا عضويته بتفضل؟ لسه بنرتب الجزئيه دي، يمكن في العديد من الاعضاء طلبوا ده، المفروض هندرسها مع مجلس الاداره خلال الوقت الحالي. عندنا طبعا العديد من الافتتاحات بتتم دلوقتي في كل افرع النادي. عندنا ان شاء الله الشهر ده شهر واحد نفتتح صاله الكاراتيه في اهل الجزيره، نفتتح كمان التجديد المهم جدا لصاله الجمباز على اعلى مستوى الحقيقه، معموله التجديدات بتاعتها بشكل راقي جدا. طبعا الاسوار ان شاء الله تكون انتهت في اهل الجزيره، ونجحنا ان احنا نرخص قصه الاعلانات وهنبدا في طرحها في مزايده. بالنسبه لفرع مدينه نصر عندنا ان شاء الله في نص 2 هنفتتح الفود كورت بتاعنا، وهنفتح في شهر 2 برضه في اوائل شهر 2 البوابه الرئيسيه اللي بنحلم بيها، تبقى بوابه النادي الاهلي عشان تبقى فرانشايز بعد كده لكل بوابات النادي الاهلي بالكامل. هنفتتح ان شاء الله المنطقه الترفيهيه بحمامات السباحه بالكلام ده كله قبل شهر 4 في نص 3 باذن الله رب العالمين. بدانا التفكير بالنسبه لمدينه نصر في ملف الدراج، وبدانا نتحرك نشوف هيبقى ايه التصور بتاعه خلال الفتره الجايه. نفس القصه هتكون الاسوار انتهت في مدينه نصر. بالنسبه لفرع زايد الحمد لله برضه هنبدا في المرحله الانشائيه خلال الفتره الجايه تقريبا بمقدار حوالي 25 فدان هنبتدي نتحرك عليهم. يمكن مجلس التقديم كان 28 وافتتح النادي الحقيقه، وكانت برضه بصمه طيبه الحقيقه. احنا هنستكمل بقى الجزء الثاني بصلاه ان شاء الله ومبنى اجتماعي الرئيسي ومسجد وبنك تجاري وحاجات كتيره جدا ان شاء الله. ده كلام عظيم، ولكن في ملفين بقى، ملف المتحف او المتحف يعني بص يا كابتن امتى هنقدر نقول عندنا هذا هقول لحضرتك عندنا ملفات كتيره الحقيقه متحركين عليها، يمكن انا بس بقول الجزء اللي هو طب ما اكمل لك الملف الاهم بقى. انما هقول لحضرتك برضو ملف المتحف لجنه الحقيقه بيترأسها عضو مجلس الاداره المهندس محمد سراج الحقيقه برضو في تطور وتنسيق معانا. انا ماسك لجنه التوثيق، بنكمل توثيق تاريخ النادي الاهلي اللي كنا عملناه لو تتذكر حاجه في المئويه. صحيح. وان شاء الله في تصور بمجرد افتتاح المدرج الجديد اللي هو كان اتعمل فيه السيتش الحقيقه، بنشطب كل التفاصيل بتاعته دلوقتي بالنسبه لقطاع الكوره والقطاعات الاخرى. بمجرد ما هنشطب ده هننقل الفرق الناحيه الثانيه، وهنبتدي ان احنا نشيل جزء من المقصوره بتاعت مقصوره السيتش، وهنسيب الجزء الخاص بالمقصوره الرئيسيه اللي هو يعني بالنسبه لنا بيرمز الى يعني الاحداث التاريخيه اللي موجوده في النادي الاهلي، وهيتقلب الجزء المصغر ده الى متحف، ولكن هيبقى فيه المتحف الرئيسي بتاعنا اللي بدانا نجهز دلوقتي برضه تصورات وتصورات ثانيه كبيره جدا انه يكون موجود ان شاء الله في اكتوبر، فرع اكتوبر ان شاء الله باذن الله. طيب اخر بقى سؤال عن الحلم، ملف الاستاد. الاستاد يعني انا مش حابب بس اقول حاجه دلوقتي، انما صدقني في مفاجاه، مش ضروري تقول تفاصيل. في حاجات بتتجهز. اذا في مفاجاه. في حاجات بتتجهز. وان شاء الله ربنا ييسر خير. على فكره جميع الملفات في النادي الاهلي شغاله كلها دون استثناء ملف خالص، بالعكس يمكن حتى البطل الاولمبي النهارده عندنا برضه لجنه. ايوه مهم قوي ده. القصه والحقيقه الزميل جوهر نبيل والزميل الدكتور مهند مجدي الثلاثه الحقيقه باعتبارهم رياضيين الحقيقه برضه مع اداره النشاط الرياضي بيعدوا ملف البطل الاولمبي، وفي دعم للعديد من الابطال ان شاء الله يحققوا في اولمبياد 2020، ومتحركين على الملف ده برضه بقوه دعما لاسم النادي الاهلي ودعما لبلدنا مصر ورفع اسم علم مصر، واخد بالك. فالملفات كلها الحقيقه شغاله. يمكن انا كان نفسي ان نعمل حاجه كده حلقه ونطلع الكلام ده بالصور يلا ايدنا على كتفك والاجتماعات والكلام ده عشان الناس تتخيل قد ايه حجم العمل اللي موجود في كل الملفات. حتى قطاع الكوره ان شاء الله باذن الله الامور هتبقى كويسه باذن الله. وانا
انا سعادتي بالغه ك ك ك كمشجع وكعضو نادي بان الاعضاء مجلس الاداره دلوقتي مشغولين في ملفات مهمه وان الدنيا متوزعه، وده بيرد على كل كلام كان بيقول ان هناك خلافات وانشقاق. ما اظنش اللي مشغول قوي بكل هذا الكم من المسؤوليه عنده وقت للخلاف يا استاذ عمرو. نعدي الكلام ده من اول يوم مش موجود على فكره، يعني ما فيش الكلام اللي بيتقال ده خالص، وبعد الحال لما بيسمعه بيقعد يضحك، يعني بيستغرب الناس بتجيب الكلام ده منين. الملفات كلها الحقيقه بتدرس وبتشتغل عليها العديد من اعضاء مجلس الاداره، وبيتحركوا على فكره كلهم مجموعات عمل مع بعضها، العلاقات الحقيقه متميزه جدا، بطاقات هايله الحقيقه مجلس مليان. برضه يا كابتن عدي الكلام ده مش جديد على النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي طول عمره مجلس اداراته في حب، في احترام، في تقدير، حتى لو في اختلاف وجهات النظر او اختلاف راي، ولكن في تقدير وفي احترام. الاختلاف بيبقى على الترابيزه، اختلاف اراء ممكن يبقى للمصلحه العامه، وده طبيعي، وده الهدف منه اساسا كمان تنوع المجالات. ما هو انت لما بتشكل مجلس اداره النهارده بتشكل مجلس اداره متنوع ليه؟ عشان ترصد جميع الاراء بالكامل وتبتدي تتحرك فيها بشكل ايجابي. بالظبط. حتى اللجنه بتاعه قانون الرياضه الحمد لله برضه متشكله، يمكن انا والزميل خالد مرتجي والزميل ابراهيم الكفراوي مع مجموعه من الاداره القانونيه الحقيقه في النادي الاهلي واللجنه القانونيه، بنعمل برضه تصورات التجديد بتاعه قانون الرياضه، اذا كان في بعض الحاجات اللي هتفتح في مجال الاستثمار بنقترحها بشكل مميز جدا، هنقدم برضه ورقه العمل بتاعتنا ان شاء الله الفتره الجايه، هيبقى في حاجه ان شاء الله ربنا يكرم خليها مفاجاه لاعضاء النادي الاهلي ان شاء الله لما نخلصها ونعتمدها في مجلس الاداره نقولها كده، وتبقى من خلال برنامجك تبقى حاجه مميزه جدا جدا جدا، وهتبقى حاجه طيبه جدا لاعضاء النادي. يبقى هذا وعد ننتظره ان شاء الله وهتحدد انت ميعاده باذن الله. الله يخليك كابتن عدلي، بشكرك وبشكر الاستاذ ابراهيم، ودايما كده داعمين للنادي الاهلي، ودايما كلنا على قلب رجل واحد، ودايما النادي الاهلي فوق، ودايما كلنا بنجتهد لخدمه النادي الاهلي، ودايما النادي الاهلي في قراصنا جميعا. باذن الله، شكرا جزيلا للاستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي، واعتقد